نيجي على الجزء الثالث الان نطلع. هلا انا عندي قلت هون في النو لود عمالي بسحب 420 واط. ال 420 واط عمالها بتتوزع جزئين او ثلاث اجزاء، وين عم تروح ال 420 واط وانا بشغل السيستم نو لود؟ فيش تورك طالع لبرا مزبوط؟ والكرنت هون تقريبا مهمل في الروتر كوبر لوسز، فبقدر اعتبر انه الروتر كوبر لوسز مهمل. تي روتر كوبر لوسز تقريبا زيرو. ايش في لوسز ثانيه في المحرك بهي الحاله بقدر نو لود؟ ايش بحتاج حتى لف هذا المحرك؟ الار كور مش هيك؟ الار كور اللي هي الهستريسز والاديكارد. ايش كمان؟ ستيتر كوبر لوسز. ستيتر كوبر لوسز وهي بقدر اشغل هذا لو في عندي هون كرنت، في عندي ماشي شيء كرنت في المحرك. ايش كمان عندي؟ لوسز الفريكشن اند ويندج، واذا في عندي سترينج. اذا مجموع هاد زائد هاد زائد هاد شو لازم يساوي؟ 420. اذا تي ان هذه هاي اندر نو لود كونديشن يساوي تي ستيتر كوبر لوسز زائد تي فريكشن اند ويندج زائد تي كور لوسز. هل بقدر احسب ستيتر كوبر لوسز؟ شو بتساوي ستيتر كوبر لوسز؟ تي ستيتر كوبر لوسز شو بتساوي؟ وين بتضيع هذه اللوسز ستيتر كوبر لوسز؟ وين؟ ار 1 مش هيك. شو بتساوي هاي؟ ثلاثة. ليش بضرب بثلاثة؟ لأنه هذا سنجل فيز بصير 3 فيز، والباور اللي بتضيع بهاي المقاومة شو بدها تساوي؟ اي 1 سكوير ار 1 مش هيك؟ مضبوط؟ هي ستيتر كوبر لوسز. قديش اي 1 عندي بالحالة هاي؟ الافرج كان 8.17 بدي ارمم مضبوط؟ ار 1 طلعناها هي 0.243. فبتطلع معي ستيتر كوبر لوسز بالحاله هاي 48.7. وايش وحدتها؟ واتس. اذا اللي بضل من 420 وين عماله بضيع؟ بالكور لوسز والفريكشن اند ويندج. اذا عندي باور فريكشن اند ويندج زائد باور كور اللي هي ستريسز ال اي دي بتساوي 420 واط ناقص 48.7 واتس، بيطلع معي 371.3 واتس. هاي بتمثل لي المحرك هذا حتى اقدر الفه. هاي مرات بنسميها في روتيشن، روتيشنال لوسز. انا عم بضيع معي 371 واط في هذا المحرك. لاحظوا احنا هون اهملنا الروتر كوبر لوسز. الروتر كوبر لوسز لانه احنا اعتبرنا انه احنا عارفين انه اس هون صغيره، فار 2 على اس حتكون كبيره جدا، فالكرنت تقريبا زيرو، ولانه الكرنت تقريبا زيرو لانه اي 2 تقريبا هون بيساوي زيرو، اذا احنا استنتجنا انه روتر كوبر لوسز تقريبا زيرو وعملناها. اذا اللوسز الرئيسيه بالحاله هي الكوبر لوسز فريكشنال ويندج وستيتر كوبر لوسز. ستيتر كوبر لوسز طرحناها ب 420 باور، طلعت عندي الروتر، طلع عندي الروتيشنال اللي هي فريكشنال ويندج لوسز بالواتس.